السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم أعلام الكمبيوتر والبرامج. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده بإذن الله هنستعرض عليكم أداة من أقوى الأدوات اللي قامت مايكروسوفت بتحديثها في الفترة الأخيرة، وهي أداة سنيبنج تولز أو أداة القصاصة. الأداة دي أداة رهيبة حاليا، لأن حضرتك بتمكنك إن أنت تعمل عملية تصوير صوت وصورة لشاشة الكمبيوتر بتاعك بدون ما تستخدم أي برامج، وفي نفس الوقت قادرة على إن هي تستخلص النصوص من الصور بالذكاء الاصطناعي بمنتهى البساطة بدون ما يكون فيها أي خطأ. لو حضرتك حابب تعرف هنستعرض مع بعض الأداة دي إزاي وهنستعملها إزاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. طيب هنعمل ده مع بعض إزاي؟ كل اللي أنت هتعمله هتنزل على قائمة ستارت، تمام كده اهوت، وبعد كده تروح رايح على جميع التطبيقات وتبدأ تنزل تدور في قائمة البرامج اللي موجودة عندك عن أداة القصاصة. زي ما حضرتك شايف كده هي ظهرت معايا أهي. طبعا لو كان الويندوز معاك باللغه العربيه هتلاقي مكتوب اداه القصاصه، اما لو كان باللغه الانجليزيه هتلاقي سبيننج تولز. هتضغط عليها عشان تشغلها، بصرف النظر بقى هتعرفها طبعا من الشكل اللي هو المقص، تمام. هتلاحظ بقى ان ظهر فيها حاجه اسمها اللي هو تسجيل، اللي هو تسجيل الفيديو، تمام كده هو ده ما كانش موجود قبل كده. طب هتقول لي حضرتك انا دلوقتي دخلت شغلت اداه القصاصه عندي ما لقيتش تسجيل الفيديو موجود. كل اللي مطلوب منك ان انت هتروح رايح على متجر مايكروسوفت اللي موجود عندك في شريط المهام تحت، وتبدا تعمل تحديث لاداه القصاصه، هتلاقي تم اضافه خانه الفيديو. طيب هنبدا عمليه التسجيل ازاي؟ كل اللي انت هتعمله هتضغط على اللي هو جديد، تمام كده اهوت، وتبدا تسحب بالماوس بتاعك عشان تحدد المساحه اللي انت عايز تصورها. زي ما حضرتك شايف كده انا سحبت المساحه كامله لسطح المكتب. طب وبعدين هتروح ضاغط على عمليه البدء. طبعا هتفعل اللي هو المايك عشان يسجل صوت وصورة، وتبدأ تضغط على عملية التسجيل. هنبدأ ونشوف ايه اللي هيتم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. زي ما حضرتك شايف كده تم تسجيل مقطع فيديو عايز احفظه. هضغط على اللي هو حفظ هنا، تمام كده، وابدأ احدد المكان، هقول له سطح المكتب واضغط على حفظ. كده انا حفظت المقطع اللي انا صورته. هبدأ اشغله ونشوف الدنيا فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين. زي ما حضرتك شايف كده النتيجة بتاع التسجيل والصوت والصورة نتيجة مرضية جدا، وبتأدي بنتائج زي البرامج الاحترافية. طيب نيجي بقى عند الميزة الجميلة اللي اتضافت في نفس الأداة، اللي هي أداة سبيننج تولز أو أداة القصاصة، اللي هي القدرة على استخراج النصوص من أي صورة موجودة عند حضرتك. يعني على سبيل المثال أنا عندي صورة، الصورة ديت أنا هفتحها دلوقتي واستعرضها على حضرتك، فيها نص. النص ده انا عايز اسحبه من الصورة ديت واحطه على طول على الورد، تمام. طبعا مش معقول اقعد اكتبه لان كتابته مرهقة جدا. طب هعمل ده ازاي؟ كل اللي انت هتعمله هتروح واقف على الصورة، تضغط كليك يمين وتختار فتح باستخدام، وتيجي اللي هي اداة القصاصة، تمام كده. هتفتح معاك اداة القصاصة بالصورة ديت، هنبدأ نكبرها. هتلاقي فيه خيار برضو اضاف نتيجة هذا التحديث اللي هو اجراءات النص، هتضغط عليها بس بشرط حضرتك في الوقت ده لازم تكون على اتصال بالانترنت. هيبدأ هو يعمل عملية تحليل النص وهيستخرج النص بدون اي خطأ واحد. هضغط عليها، زي ما حضرتك شايف كده هتلاقي النص اتظلل باللون الازرق، تمام كده هوت. وبعد كده بيقول لي تحديد النص بالكامل، هبدأ احدد النص بالكامل، تمام. وبعد كده هاجي افتح اي ملف وورد موجود عندي، هفتح مثلا برنامج الوورد، هنتظر طبعا الحديث من الملف يفتح معايا، تمام، واختار مستند فارغ. وبعد كده اعمل عملية تنظيم للورقة، اصغر مثلا الهوامش، تمام كده. هرجع للشريط الرئيسي، هختار اللي هو حجم الخط اللي انا عايز اشتغل بيه، ولنفترض ان انا مثلا هخليه 16، تمام كده هوت، او ممكن اكبره زي ما انا عايز. يعني حضرتك تختار الفونت اللي انت عايزه، وتختار طبعا نوع الفونت اللي انت عايزه، تقف تعمل كليك يمين وتبدا تعمل عمليه لصق. لاحظ حضرتك هتلاقي النص
تم نسخه بدون اي خطأ واحد. طبعا ميزة رهيبة جدا موجودة في اداة القصاصة، بتوفر عليا وقت ومجهود ان انا اقعد اكتب كلمات كانت موجودة على نصوص، او جمل او صفحات بالكامل كانت موجودة على نصوص. طبعا بعد كده حضرتك هتنسق النص زي ما يتراءى ليك. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد اكتب لي رأيك طبعا في الفيديو وفي الكومنتات، وارجو ان انت تدعمني باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.